أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، والتي سنخصصها لمناقشة عوائق إعادة بناء الجهاز المؤسسي في عدن. مشكلات كثيرة تواجه العاصمة المؤقتة، لعل أهمها إعادة بناء وإحياء المؤسسات، العملية التي تعني بمفهومها الشامل استعادة الدولة، والتي من المفترض أنها تمت خلال العامين الماضيين. لكن الواقع اليوم يقول إن عدن تعيش بعيدا عن المسار الذي من المفترض أن تكون عليه، وبدل البناء والإعمار تخضع العاصمة المؤقتة لتجاذبات العديد من القوى الداخلية والإقليمية. الكثير من المؤسسات عجزت حتى الآن عن استلام مقراتها الخاضعة لسيطرة فصائل عسكرية وأخرى سياسية تابعة للإمارات، بدءا من مبنى المحافظة حتى مبنى جهاز خفر السواحل الذي عجز رئيسه حتى الآن عن تسلمه بحسب مصادر محلية. نتوقف عند هذا الموضوع وتبعاته لنناقشه في محورين: من المسؤول عن إدخال عدن المنطقة الرمادية بين الدولة واللا دولة؟ وما الذي تحتاجه عدن اليوم لتأخذ دورها كعاصمة مؤقتة للبلاد؟ مشاهدينا، قبل البدء في النقاش مع ضيوفنا، نتابع وإياكم هذا التقرير. في عدن يبدو بأن مرحلة التحرير من الميليشيا كانت هي المرحلة الأسهل، أو هكذا يبدو الأمر بعد عامين من دحر الانقلابيين وعودة المدينة إلى حضن الشرعية. لكن الواضح الآن أن تلك العودة لم تتعدى حدود التعبير اللفظي، أما المعنى فيقول إنها دخلت مرحلة جديدة حدودها الواضحة ما بعد الانقلاب وما قبل إعادة البناء. وما بين هذا وذاك تتأرجح عاصمة اليمن المؤقتة، وذلك يقود حتما إلى عدة تساؤلات جوهرية وهامة: لماذا هذا التأرجح واللا استقرار؟ ولماذا أيضا تأخر استعادة الدولة بطابعها المؤسسي والذي كان من المفترض انطلاقها من عدن؟ ومن المسؤول ولصالح من تم الدفع بعدن واليمن عموما إلى المنطقة الرمادية بين الدولة واللا دولة؟ الإجابة هنا لا تحتاج إلى عملية بحث معقدة، كل ما هو مطلوب هو نوع من الصراحة والمكاشفة، وعليه فإن المحدد العام هو عدم وجود رؤية واضحة وشاملة لدى التحالف والشرعية معا لما بعد التحرير، هكذا يرى الكثير من المراقبين. هذا الوضع والفراغ الكبير أدخل المدينة ضمن أجندة مشاريع صغيرة ولا وطنية داخلية وأقليمية، حتى أصبحت العاصمة المؤقتة بحاجة إلى عملية تحرير أخرى، وهي بالفعل ما يدور رحاها الآن. الفارق فقط أنها هذه المرة تسري بصمت وفي الزوايا المغلقة، رغم وصولها في العديد من المرات إلى مرحلة المواجهة المباشرة. وبالانتقال من العموميات إلى التفاصيل، فإن العديد من مؤسسات الدولة تواجه الكثير من العوائق في إعادة بعثها وإحيائها من جديد. إحدى تلك المؤسسات هي خفر السواحل، الذي عجز رئيسها حتى الآن عن تسلم مقر القيادة الرئيس لهذا الجهاز العسكري الهام. قبل خفر السواحل كان رئيس مجلس إدارة البنك المركزي قد صرح بعدم قدرة طائرة يمنية تحمل أموالا تابعة للبنك المركزي من الهبوط في عدن. أما عودة المحافظ وممارسة أعماله يبدو بأنها معركة أخرى عصية عن الحسم حتى الآن. وأمام كل هذه العوائق يبدو بأن معركة التحرير ما زالت مستمرة في عدن. مجددا الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا الآن من الرياض، المتحدث السابق للمقاومة الشعبية في عدن الأستاذ علي الأحمدي. أهلا بك أستاذ علي. مرحبا أخي الكريم، مساء الخير لك ولضيوفك وللسادة المشاهدين جميعا، حياكم الله. إذن أستاذ علي، أكثر من عامين مرة على تحرير عدن، إلى الآن كيف تتابع المشهد في عدن على مستوى استعادة مؤسسات الدولة والبناء عليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أهنئ المشاهدين جميعا، الشعب اليمني، الأمة الإسلامية بالسنة الهجرية الجديدة، ونتمنى أن تكون سنة خير وبركة وأمن واستقرار في جميع بلادنا. بالنسبة أخي الكريم لموضوع عدن، أولا قبل كل شيء ومن خلال هذه الحلقة الطيبة ومن خلال ضيوفك، أنا أتمنى أن لا يكون المسألة فقط هي تخندق أو يعني جعل المسألة مناكفة بين طرفين أو تحميل المسؤولية لطرف ضد طرف. أولا يجب أن نشخص المسألة، هل
الوضع في عدن وضع جيد أم لا؟ هل هناك مؤسسات للدولة أم لا؟ إذا اتفقنا على هذا الأمر نستطيع بعد ذلك البحث عن الأسباب والاختلالات. برأيي أخي الكريم أن ما يجري في عدن من بعد مقتل أو اغتيال محافظ عدن جعفر سعد رحمه الله أنه تحولت الأمور إلى منحى آخر. كان يعني وصل إلى عدن بعد التحرير واخد من قيادات الدولة، وبعد وصولهم وصل رئيس الوزراء الأستاذ خالد بحاح، وكان هناك عمل يجري وحضور لهؤلاء الوزراء والشخصيات، وكان هناك خطط موضوعة لتأهيل ضباط عسكريين من أبناء عدن وفي بعض الكليات الأمنية في دول الخليج. يعني مضت الأمور ثم توقف العمل الذي كان يجري على وتيرة، ويبدو أن هناك تغير في مسار التعامل مع مدينة عدن، ووصلنا لهذه النتيجة عامين. يعني استطيع أن أقول أن مؤسسات الدولة بالفعل غير حاضرة في مدينة عدن، وأنا تحليلي الشخصي كمتابع أن هذا لا يمكن أن يخرج عن ما يجري في باقي الدول العربية خاصة دول الربيع العربي. يعني هناك دول أخرى غير اليمن لديها قرارات دولية، لديها مبعوثين أمميين وصلوا إلى اتفاقات، وصلوا إلى ومع ذلك لا يعترف بالحكومات الشرعية هناك، ويتم التعامل بطرق غريبة مريبة تركز على تكوين الميليشيات الخارجية عن إطار الدولة والتعامل المباشر معها وتسهيل كافة الأمور لها. هذا الأمر يعني علينا أن نتحدث بمسؤولية، لا نتخندق داخل الجنوب خلف قضايا سياسية أو حزبية أو مناطقية. علينا أن نعرف أن هناك سيناريو لدار العالم العربي لخلق فوضى خلاقة، وهذا الذي يجري داخل عدن لا يخرج أبدا عن هذه الفكرة. يعني إلى الآن لم تقم للدولة قائمة، لا توجد محاكم مفتوحة، لا توجد نيابات، لا توجد مراكز شرطة. أذكر أني تابعت لقاء تلفزيوني مع المحافظ عدن السابق الأخ اللواء عيدروس الزبيدي، وتحدث قال أنه لا يوجد مركز شرطة واحد يعمل، هذا تصريح للمحافظ وهو في وقت أن كان محافظ. إذا ما دام المحافظ يقول هذا الكلام وما دام الحكومة تقول هذا الكلام، إذا من يتحمل المسؤولية؟ لابد من مكاشفة، لابد من صراحة أن هناك تجاذبات في غير محلها في غير وقتها. أنا لي مقال كتبته عند قدوم الرئيس عبد الرحمن منصور قبل سنتين إلى عدن، قلت مرحبا فخامة الرئيس. يعني وجود الرئيس وجود رئيس الوزراء قبل سنتين في مدينة عدن يجب أن يعقبوا استعادة لمؤسسات الدولة أولا، وبعد ذلك على أبناء الجنوب هم لديهم مطالب القضية الجنوبية أن يجلس لحل القضية واختيار الطرق المناسبة بعد استعادة مؤسسات الدولة. أما أن نطالب بحق مطالبنا في الشارع الجنوبي قبل أن تضبط الأمور، هذا سيقود للفوضى، وهو ما نراه الآن. الناس بدأت تضيق، لا لم تعد يعني عذبت الناس حقيقة يعني بسبب هذه المناكفات وهذه الانقسامات، وباتت الناس تبحث عن كهرباء وعن صحة وعن خدمات أساسية. طيب لذلك هذا كله يدفع للتساؤل أستاذ علي، كيف يمكن الآن تحقيق نوع من يعني الاتفاق أو نوع على الأقل من توجيه القوى بدلا من التجاذبات بداخل العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة بشكل عام، إلى أن تتحول العملية لبناء لهذه الدولة ولإعطاء العاصمة المؤقتة عدن وضعها الصحيح والمفترض؟ أخي الكريم قبل أن أقول أتحدث عن هذا الموضوع، يعني من أبرز ما يعني لم يسمح بعودة مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار هو أن الانقسام بالتحديد طرفين في مدينة عدن. هذا الانقسام جعل كل طرف يوظف ناس يعني من هم ليسوا كفاءات. يعني المسألة باتت يعني أشبه بالاستقطاب والاستقواء وتقلب المناصب لدى الطرفين، أتكلم لدى الطرفين. في عدن أشخاص ليسوا كفاءات. أنا أناشد
الجميع في عدن أن يتحملوا المسؤولية. الآن هذه المرحلة مرحلة حساسة جدا، لا ليس وقت للمناكفات. على كل طرف أن يقدم المصلحة العامة لأبناء عدن، أبناء الجنوب، أبناء اليمن، لأن هذه القضية هي اللبنة الأساسية لاستقرار عدن، لاستقرار الدولة اليمنية بشكل عام، ونقل التجربة لباقي المحافظات المحررة، وإن شاء الله إتمام تحرير جميع الأراضي اليمنية. لا حل أبدا إلا بوقف ما يجري من تدمير بأيدينا نحن أبناء عدن. ندمر في المرافق الحكومية عندما نضع شخص ليس كفاءة وليس لديه أي مؤهل، نحن ندمر هذا المرفق. عندما ننسب الأمر إلى ميليشيا من هذا الطرف ومن هذا الطرف ليس لديهم أي يعني معرفة وبصر، بهذه الطريقة نحن نسيء. فلا حل إلا وقف هذا الأمر وإعلان التوافق تحت شرعية الرئيس عبد الرب المنصور هادي، وإيجاد حل لكل المشكلات، ثم إعطاء المواقع المهمة للكفاءات من أبناء. الآن هناك عندنا نوعين من الكفاءات، كفاءات كانت تعمل في إطار الجمهورية اليمنية من بعد عام 90 وهم كثر، وكفاءات الذين هم يشوفون بعد حرب 94. لماذا لا نستفيد من هذين الطرفين أو هاتين الكفاءتين ليسدوا المناصب، بالإضافة للأفراد المقاومة وللجيل الجديد من الشباب الذين يكونون رافد. أما أن يسلم كل مقاليد الأمور لشباب أو مقاتلين في المقاومة أو غير ذلك، هذا لن يقود إلا إلى مزيد من التصعيد، وربما إلى إشعال فتيل صراعات ربما لن نستطيع أن نقوم من جديد من بعدها. أشكرك أستاذ علي الأحمدي، المتحدث السابق للمقاومة الشعبية في عدن، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. وانتقل إلى من ينضم إلينا الآن من نيويورك، الناشط السياسي الأستاذ أحمد الصالح. أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا ومرحبا أستاذ أحمد. برأيك ومن وجهة نظرك، كيف تقيم بداية المشهد من ناحية عملية أو ما يعرف بإعادة تأسيس مؤسسات الدولة التي دمرتها الميليشيا وأخلت بها وفخختها بشكل أو بآخر في عدن والمحافظات الجنوبية عموما أو المحافظات المحررة عموما؟ أولا مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين وعلى ضيوفك الكرام. حقيقة أنا أسف جدا لم أسمع يعني لا تقرير ولا حديث الضيوف، ولكن بناء على سؤالك أود أن أقول بأنه في الأساس أن المؤسسات كانت من قبل لديها إشكاليات كبيرة جدا في بعض المناطق، ولا سيما نتكلم على المناطق الجنوبية. والحرب زادت من دمار هذه الأمر، وتعرضت هذه المناطق لتجريف كبير جدا من نهب ودمار، وحتى بعض الأحيان لأخذ يعني لنهب المؤسسة بأكملها كمباني وغيرها من الأمور خلال فترة الحرب، عندما غابت كل مؤسسات الدولة وتم تجريف كل ما يعني مؤسسات الدولة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. طبعا الدولة فيما بعد إمكانياتها كانت محدودة جدا بحكم أنها كانت تريد العودة وتأمين المناطق ومكافحة الإرهاب ومكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة، وإعادة بعض النازحين في تلك الفترة ومحاولة يعني لملمة الجرح وعلاج الجرحى. فبالتالي كانت اهتماماتها لا تصب في بناء المؤسسات كمؤسسات مثل ما تنص عليها كمؤسسات دولة. اليوم بعد أكثر من سنتين من الحرب لا نرى حقيقة بأن هناك فعليا بناء حقيقي للمؤسسات يسعى إلى بنائها بشكل صحيح جدا وعملي. هناك إشكاليات كبيرة جدا بغياب كثير. ما هي العوائق أستاذ أحمد؟ ما هي العوائق التي تحول مثلا لقائد أو رئيس جهاز خفر السواحل الذي تنسب له تصريحات بأنه لم يستطع تسلم مبنى الإدارة العامة لخفر السواحل إلى الآن مثلا؟ هذا كمثال. هو في الحقيقة هناك عوامل كبيرة جدا داخل المناطق المحررة، أهم هذه العوامل والتي كثير من الناس يغفلون عنها هو العامل عدم التوافق السياسي بين كافة الأطراف الشريكة في المناطق هذه. هذا أمر خطير جدا، إذا لم نستطيع التعامل معه بحرفية وبدقة تماما لن تبنى أي مؤسسات ولن يقوم للبلد قائمة أبدا. وبالتالي يجب علينا الاعتراف بأن هناك تباين سياسي بين شركاء الانتصار، الشرعية والمقاومة والأطراف الجنوبية التي لديها مشروع، وهذا الأمر بالحقيقة يعني جعل تلك الأطراف تدخل في مكايدات ومناكفات كبيرة جدا. وبعض القادة النافذين المرتبطين ببعض قيادات الشرعية الكبرى
لديهم أيضا بعض المباني مسيطرين عليها، والشرعية بحكم غياب مؤسسات القضاء ومؤسسات المحاسبة والرقابة جعلت هذا الأمر يعني الحبل على الغارب، يعني لا يوجد مراقبة حقيقية على هذا الأمر. اليوم نحن بحاجة إلى وفاق سياسي ثم إلى قرار سياسي. إذا حصل هذا الأمر سوف نستطيع إعادة كافة مؤسسات الدولة ومن ثم بنائها من جديد، ومحاسبة أيضا كل من تطاولت يده على مؤسسات الدولة أو العبث بها، سواء كمباني أو حتى كممتلكات من داخل هذه المباني. طيب يعني هو من يتحدث، يعني هناك من يتحدث على أن من هم مسؤولون ويعني يحاولون يعني أخذ مباني والسيطرة على مباني يمكن ضبطهم من خلال السلطة المحلية في مرحلة ما، لكن حتى بالنسبة للمحافظ إلى الآن لم يتسلم مبنى المحافظة، وكذلك لم يعني يستطع العودة بشكل بناء وفاعل إلى العاصمة المؤقتة. إلى متى سيستمر هذا الأمر برأيك؟ هو أمر مبنى المحافظة يعني له اختلاف كبير جدا. المحافظة إلى اليوم هي بيد أعضاء السلطة المحلية وكافة كوادر المحافظة يداومون فيها، ولم يقفل أبوابها أحد أو يغلقها في وجه المحافظ مطلقا. المباني الأخرى التي نتحدث عليها لديها إشكاليات مثل ما ذكرت لك سابقا حول الوفاق السياسي وحول النافذين الموجودين والدولة العميقة الموجودة سابقا. هذا لا يعفي أيضا من وجود بعض القصور من بعض الأجهزة القائمة اليوم، والسبب أيضا يكمن في هذه الأجهزة بعدم القيام بواجباتها هو أيضا التباين السياسي والخلاف والدخول في المناكفات والمكايدات. هذا أمر يفقد الدولة هيبتها ويفقد أيضا الأطراف السياسية التي يفترض بأن تكون شريكة حقيقية مع بعض بحكم وجود عدو قائمة هو ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، وتحالف واحد يضع الجميع يده بيده. يفترض بأن يكون هناك وفاق سياسي. أنا أعتقد جازما، وهذا الأمر يفترض أن يدرك من كافة السياسيين وحتى رجال المقاومة، لأننا بحاجة إلى حوار مصغر بين شركاء الانتصار في المناطق المحررة والبحث عن نقاط الالتقاء والعمل في مسار واحد حتى نصل إلى دحر تلك الميليشيات الإنقلابية ووضع خطة حقيقية لبناء إعادة بناء مؤسسات الدولة والتوافق وفاق حقيقي لخدمة المواطن، لأنه الأمر اليوم دخول في مناكفات كل ذلك ينعكس على فساد حقيقي وعلى إخفاء أو العبث بخدمات المواطن التي لا يجدها اليوم على كافة الأصعدة. نحن لا نريد أن نقول بأنه هناك طرف واحد يتحمل هذه المسؤولية، الجميع يتحمل المسؤولية، ولكن بما أن الدولة هي الوجه الأعلى وهي صاحبة الرأي الأكبر يفترض بها أن تتحمل مسؤولياتها، لأنها هي المسؤول الأول، هي المسؤول الأول في كافة الأصعدة، تفعيل القضاء، تفعيل جهاز الرقابة والمحاسبة، تفعيل الأجهزة الرقابية داخل الدولة هي مسؤوليات الدولة ويجب عليها القيام بها، ومن ثم تظهر بتقارير حقيقية منصفة وعادلة بعيدا عن المناكفات والمكايدات السياسية وتتحدث بما حصل لتظهر للرأي العام والشارع ليطلع من يقف ضد إعادة الخدمات وإعادة يعني تقييم الحياة مرة أخرى في الشارع في المناطق. طيب المحررة. يعني أستاذ أحمد، الآن عندما نتحدث عن وجود مؤسسات رقابية أو مؤسسات تابعة للعدل للسلطة القضائية، هذه المؤسسات تتطلب في نهاية المطاف وجود من يحميها، من يحمي وجودها بداخل هذه المحافظات، خاصة مع يعني القلق من المسألة الأمنية في المحافظات المحررة ويعني وفي حديثنا الآن في عدن تحديدا. لكن يعني ما الذي يمنع الآن من تشاركوا في طرد ميليشيات الانقلاب بشكل سريع، يعني عملية التحرير كانت في 4 أشهر أو أقل حتى، من أن يبنوا دولة وأن يبنوا مؤسسات بشكل فاعل كما يفترض؟ سؤال جميل في الحقيقة. أنه ما يمنع وبوضوح وبصوت عالي ما يمنع هذا الأمر الذي تحدث عنه هو تصادم مشاريع. هناك كل طرف لديه مشروع لا يتواكب مع المشروع الآخر الذي يحمل الطرف الآخر، ولهذا كان هناك نقاط التقاء كان يفترض بالجميع السير في هذه نقاط الالتقاء والبعد كل البعد عن نقاط التصادم والسير في خطين متوازيين حتى بلوغ الهدف الأساسي الذي أتت من أجله دول التحالف والخروج من تحت غطاء القرارات الدولية التي هي تحت البند السابع، ومن ثم التفاهم بعد ضمانات حقيقية لكافة الأطراف. عدم الثقة بين الأطراف السياسية والعسكرية داخل المناطق المحررة، وأنا أتحدث عن الجنوب، هو ما أفقد هذه المؤسسات دورها الحقيقي وعدم بنائها بشكل صحيح. وبالتالي الدولة هي في الأساس، دعني أقول لك بوضوح بأن الدولة هي الأساس وما دونها يعتبر استثناء، وبالتالي هي من تتحمل المسؤولية. الأطراف الأخرى هي عبارة عن مقاومة وحركات شعبية بحاجة إلى تطالب بحقوقها باستعادة دولتها الجنوبية، ونحن نقف خلف هذا المشروع. لكن هناك تفاهمات أساسية وأطر حقيقية لهذا الأمر، لأنه لا زالت هناك نقاط شراكة ونسير فيها في خط، ويدعي بأننا نسير في هذا الخط. وبالتالي نحن نقول بأنه الأجهزة الأمنية والعسكرية هي مرتبطة بالدولة، يعني جهاز الأمن مرتبط بوزارة الداخلية التي ترعاها الشرعية،
واي قصور او خلل تتحمله وزاره الداخليه، الجهاز العسكري تتحمله وزاره الدفاع المرتبطه والمتعين بالمنطقه العسكريه الرابعه، كافه الاجهزه المرتبطه الاخرى بدول التحالف هي اتت باستدعاء من قبل الشرعيه، لهذا كل الامور تصب في اتجاه الشرعيه، لكننا ايضا لا نريد ان نخرج هذا الاطار عن تحمل مسؤوليه الاطراف الاخرى القيام بواجبها، وهذا الامر لن يحصل الا بالجلوس على طاوله واحده والتفاهم واعطاء ضمانات حقيقيه لكافه الاطراف، لانه اي طرف يظن او يعتقد بانه سوف يقصى في مرحله مستقبليه سوف يعمل اشياء اخرى قد لا تتواكب مع بناء الدوله والمؤسسات، واليوم لا يوجد في هذه المناطق الا ابناء الجنوب، يعني مؤسسات الدوله يفترض بها ان تبنى وان تعمر وان يعاد تفعيلها بعيدا عن كل تجاذبات سياسيه، لانه في الاخير لا يوجد اليوم في الجنوب الا ابناء الجنوب، ولكن تصادم المشاريع هو من افقدها هذا البناء. طيب هذا يدفعني للتساؤل الان استاذ احمد، وانت يعني عرجت الى مساله مسؤوليه الحكومه الشرعيه، وفي ذلك يجب الاشاره الى ان هذه يعني الحكومه الشرعيه ربما تواجه ايضا مصاعب في التعامل مع الشركاء في التحالف العربي بشكل أو بآخر في المحافظات المحررة وخصوصا في عدن، ولا أريد الدخول في هذه المسألة الآن، لكن أريد منك يعني معرفة ما هي الأرضية المشتركة أو ما هي الأوراق أو المصالح المشتركة التي يمكن العمل عليها بشكل أكبر والضغط في يعني سبيل إنفاذها بشكل أكبر حتى نتجاوز نقاط الخلاف أو يتجاوز الحلفاء والشركاء نقاط الخلاف ويذهبوا لتحقيق نموذج بناء في العاصمة المؤقتة عدن. سيدي العزيز، أنا دائما أعرج على هذا الموضوع وأقول بأن نقاط الالتقاء كبيرة وواسعة جدا وواضحة للعيان ولكافة الأطراف في المناطق الجنوبية، الرئيس جنوبي ورئيس الوزراء جنوبي وقيادات المقاومة وحركة تحرير الجنوب جنوبيين كلهم، دول التحالف لا تعارض أي شيء من هذه الأشياء إذا ما حصل التقاء حقيقي بين أبناء الجنوب فيما بينهم البين، لكن هناك نزق لبعض الأطراف ولا سيما في الحكومة الشرعية ضيق جدا تجاه المشروع الجنوبي. الآن عدم استيعاب بأن الحركة الشعبية في الجنوب تجاوزت مرحلة الشعارات ورفع الأعلام ومش عارف إيش إلى مرحلة السيطرة على الأرض والواقع ووجود، يعني ما قبل 25 مارس 2015 ليس كما بعده، يعني أقصد اليوم أنه كان هناك يعني قوات عسكرية موجودة للمتابعة للمخلوع صالح وهناك أجهزة للدولة العميقة، اليوم اختلف الوضع تماما، من يمسك السلاح ومن يسيطر على مؤسسات الدولة كلهم أبناء جنوب بعيد عن اختلاف مشاريعهم، لهذا أنا أرى الأرضية لوجود التقاء حقيقي هي تكمن في أولا بأن العدو واحد وهو الميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، ثم بأن التحالف واحد، هذه أرضية حقيقية نستطيع الانطلاق منها، إذا ما أعطي ضمانات حقيقية لكافة الأطراف ولا سيما نتحدث على مثلا المجلس الانتقالي الجنوبي والاطراف الجنوبيه التي لديها مشروع ورؤيه حقيقيه، في ضمانات حقيقيه بانها لن تقصى من اي مشروع وستكون شريكه اساسيه في مباحثات سياسيه محوريه في المستقبل، اعتقد بانها قد تجد نقطه انطلاق حقيقيه لشراكه واعاده شراكه، وبالمناسبه هي كانت شراكه هذه قائمه الى بدايه شهر مايو هذا العام، انا اقصد انه كانت كل هذه الاطياف التي تراها اليوم بينها تباين واحيانا يصل الى خلاف كانت موجودة في بوتقة واحدة وفي مشروع سياسي واحد وتسير تحت قيادة واحدة، وحصل فيما بعد النزق مثل ما ذكرتك سابقا وتم التفرقة فيما بينها، ولهذا نقول نستطيع العودة إلى الخلف، كل طرف يعود خطوة إلى الوراء ويعني لكن حتى في ذلك الوقت أستاذ أحمد حتى في ذلك الوقت لم تكن هناك يعني مستوى الخدمات المطلوب ولم يكن هناك نموذج العاصمة المؤقتة الجاذبة للجميع من جميع المحافظات موجود، ولم يكن نموذج الأمن والاستقرار إلى حد ما هو ذلك النموذج الذي يرمى إليه أو الذي من المفترض أن تكون عليه العاصمة المؤقتة عدن، يعني حتى في ذلك الوقت. على العكس تماما، أنا أريد أن أقول بأنه المرحلة السابقة نحن نعرف بأنه الدولة فعليا تم تدميرها، كل أجهزة الدولة، الدولة الحقيقية، الأمن، المخابرات، السلطة المحلية والإدارية للدولة كلها تم تدميرها تماما، وبالتالي نحن أتينا من الصفر تماما، وبناء على ما كان متوفر من إمكانيات وبناء على ما حصل من دمار ومن تشريد للناس وعدم وجود أي مؤسسات قائمة يعتبر إنجاز نوعي في تلك الفترة، وأكبر إنجازات يعني أقول بأن أكبر إنجاز بأنه كانوا كل الناس في تلك المناطق بكل مشاريعهم ومشاربهم كانوا يسيرون في خط ومسار واحد، وهذا كان منجز كبير جدا بناء على عدم وجود أرضية حقيقية للدولة، بالتالي أنا أرى بأنه كان هناك فرصة حقيقية وكبيرة جدا للسير في خطين متوازيين دون تصادم مع التحفظ لكل إنسان لكل جهة أو لكل تيار بمشروعه، ولكن
كان بالإمكان تأجيل هذا الصدام إلى فترة مستقبلية حتى تحصل تفاهمات. أنا أرى يا سيدي العزيز اليوم بأن هناك لغة الحوار يجب أن تكون يعني هي السائدة، لأنه هذا الموضوع لا يخدم أحد أبدا، لن ننتصر أحد أبدا إذا ظن بأنه سوف يقصد الطرف الآخر. يجب أن ندرك بأننا شركاء في الوطن وأن الجميع يمتلكون نفس المساحة من الوطن، وأن عدن كانت حاضنة ولا زالت وستظل وستبقى للجميع، قبلة الجميع بمختلف أديانهم وأطيافهم ومذاهبهم. وبالطبع يجب أن نعطي مرحلة الحرب والاقتتال وغياب مؤسسات الدولة اعتباراتها في حصول بعض الأخطاء الصغيرة جدا التي لا تحسب على الأطراف ولكنها تحسب على المرحلة ككل. وبالتالي نقول يا سيدي بأنه يجب على الحكومة الشرعية، وأنا أخاطب الرئيس هادي كشخص اليوم، بأنه يستطيع هو بصفة الرئيس ولديه الشرعية الحقيقية بأن يمد يده مرة أخرى، وأن لنقاط الالتقاء كبيرة جدا يستطيع استخدام كافة الأطراف التي موجودة كعصا يتكئ عليها لاستخدام مشروع أو للسير قدما في مشروع الذي يريده بالاتجاه المناطق التي يسيطر عليها الحوثي وميليشيات صالح. لهذا نقول يا سيدي العزيز بأنه نقاط الاختلاف هي عدم وجود ثقة حقيقية بين الأطراف. نحن نعرف والجميع يدرك تماما بأن كل طرف لديه مشروع، وندرك تماما بأن الجنوب فعليا حاليا اليوم أبناءه لديهم رايهم ومشروعهم الحقيقي القائم، ولن تستطيع أي قوة على وجه الأرض فرض عليهم مشروع لا يرتضونه ولا يكونون جزء من الموافقة عليه. فكرة الاستعلاء والكبرى والاستقواء فقط بالشرعية وحدها كمسمى دون وجود حاضنة شعبية في الأرض لا يعني شيء أبدا. لهذا نقول بأنه كل هؤلاء جنوبيين ونحن لدينا عدو واحد وهو هذه إيران في المنطقة ويجب القضاء عليهم، ولدينا حليف واحد وهي دول التحالف، وبالتالي يجب علينا اغتنام الوقت والفرصة بوجود هذا التحالف لدحر هؤلاء وبناء ما نستطيع بناء من مؤسسات الدولة ووجود والتهيئة لوجود حاضنة شعبية حاضنة حقيقية لوجود حوار والسير قدما في التفاوض السياسي إن حصل سياسي. ولكن إقصاء هذه الأطراف أو الإحساس بالغبن أو الظلم بأنك لن تكون طرف في هذه المفاوضات وأنا سأمثل كل شيء هذا أمر غير مقبول أبدا. يجب علينا أن ندرك أن هذه الأطراف قاتلت وقدمت تضحيات ودمار وألم وتشريد وكثير من الأشياء التي قدمتها والجميع يعرفها في فترات سابقة، ويجب على الجميع أن يؤخذ بأيديهم ليكونوا جزء من أي حوار أو تفاوض أو أي مرحلة سياسية مستقبلية في اليمن، سواء كانت المشاريع مهما كانت. يعني لا نتحدث اليوم بإقصاء مثلا مشروع أي باسمه أبدا، لكننا نقول بأنه يجب أن يعطى كل ذي حق حقه، وأن يكون هؤلاء شركاء مثل ما كانوا شركاء في الخنادق والقتال وثبتوا عندما هربت كثير من قادات الدولة، يجب أن يكونوا أيضا شركاء في المسار السياسي والعمليات على الأرض في أي مراحل قادمة. أما أن وقت القتال يستدعونهم يثبتون في الخنادق ويقتلون أبنائهم ويصابون وتبتر أقدامهم وأيديهم، وعندما يتم استعادة الدولة يتم طردهم وإقصائهم وتخوينهم، أمر غير مقبول أبدا وليس في العرف السياسي له قيمة أبدا. نحن تجاوزنا المراحل هذه في تلك الفترة، وقف شعب الجنوب في وجه علي عبد الله صالح وهو أقوى من الجميع ولم يتراجع بصدور عارية دون سلاح. أما اليوم الوضع مختلف تماما، ولهذا نحن لا نريد أي صدام من هذا النوع. نقول بأنه نقاط الالتقاء كبيرة جدا ويجب علينا البحث عنها، ويجب أن النزق الضيق تماما. ورسالتي الأخيرة هنا أود أن أقولها أيضا للأحزاب والقوى اليمنية الشمالية الأخرى التي في الشرعية، بأنه من مصلحتها بأن يكون الجنوب كتلة أفضل من أن يتفرق، لأنه إذا تفرق لن تكون هناك دولة ولن تقوم لها قائمة أبدا ولن يكون لهم وجود في. أشكرك أستاذ أحمد. أحمد صالح إذا الناشط السياسي كنت معنا على الهاتف من نيويورك، شكرا جزيلا لك والمعذرة لضيق الوقت. بهذا مشاهدينا الكرام نصل لختام هذه الحلقة، شكرا جزيلا على المتابعة، إلى اللقاء.